يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعمل محاسبا في محطة بنزين، وعندما نبيع ما يقارب 20 أو 20 ريالا نهدي الزبون هدية، فما حكم ذلك؟ ليش نشتغل؟ أعمل محاسبا في محطة بنزين، وعندما نبيع بما يقارب 20 ريال نهدي الزبون هدية، فما حكم ذلك؟ مش علشان علشان يرغب عندكم ويجي علشان الهدية، هذا يضر أصحاب المحطات الأخرى، فلا يجوز مثل هذا العمل، لأن هذا يجذب الزبائن إلى من يعطيهم هدايا ويعطل الآخرين. هذا يشبه تلقي الركبان الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.